السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم. وهذه حلقه جديده من برنامج بخدمتكم. مشاهدينا الكرام، حلقتنا لهذا اليوم حلقه تخص بالتاكيد المواطنين. وقبل ايام او يومين تقريبا بدت ملامح هذه الوزاره تكون في الشارع. هي سابقا موجوده وخطوطها موجوده، لكن شفناهم ما يسلون وخاط، وبدت سيارات، هاي السيارات تابعة لهذه الوزارة. هذا شوية تقلل من كاهل المواطن. هذه مبردة، هذا شيء إيجابي. ما شاء الله صيفنا اللاهب وانقطاع بالتيارات بالتيار الكهربائي، وهاي سبحان الله. خلنا نتحدث بمفصل بسيط وشد في بالي أن نتحدث عنه، لكن أثناء الحديث ورد في ذهني هذا الحديث، اللي هو رئيس الوزراء قبل أيام كان لقاء مع وزير الكهرباء، وأشار إلى موضوع الصيانة والقطاعات الكهرباء وخاصة في هذا الصيف، وإعفاء كل مسؤول عن الإخفاقات. سبحان الله، كهرباء كان زينة. وراء هذا الحديث بدت الكهرباء بانقطاعات كبيرة جدا في بغداد والمحافظات. لكن أثناء الحديث أيضا لرئيس الوزراء أشار إلى موضوع جدا مهم، يمكن أعتقد جميع انتبه له. هناك أيادي حقيقية تعمل بالضد من عمل الحكومة. ليش معنى بعد حوار رئيس الوزراء صاروا الانطفاءات؟ سمعنا أيضا اليوم أو البارحة وزير الكهرباء تم إعفاء مسؤول الصيانة في منطقة الشعلة. أعتقد إذا لم تكن هناك حقيقة يد ضاربة من الحكومة لكل من تسول عليه نفسه بهدم أو عرقلة العمل الحكومي، لابد أن تكون هناك الضرب بيد من حديد كما يقال. احنا مقبلين على صيف حار جدا، وخاصة في العراق وفي المناطق الجنوبية، في البصرة وفي محافظاتنا الجنوبية، يحتاج الى تكاتف حقيقي. فبالتالي الموظف من اعلى هرم السلطة الى اقل، وبالتأكيد هو ليس باقل وذات اهمية، لكن بالمناصب الادارية علينا التكاتف لتقديم الخدمة لابناء هذا البلد. فبالتالي اللي يشتغل بالصيانة أو في مسؤول في الكهرباء في المحافظة الفلانية فهو يخدم أبناء محافظته وأهله وأقربائه. فعلينا هلا نقول بالعراق، هلا بالناس، خل نقدم لهم خدمات. أمانة الرجل ده يشتغل، لكن هل هناك سلبيات؟ بالتأكيد هناك سلبيات، لكن الإيجابيات بدأ تصير أمل عند الناس بأنه أكو حكومة بدأت تشتغل. بدأ يشوف أكو مجسرات، هناك جسور أيضا بقادم الأيام بالحزمة الثانية. نتفاعل خير وإن شاء الله نجد الخير أمامنا. نرجع لموضوعنا الأساس اللي هو وزارة النقل. حلقتنا اليوم خاصة بوزارة النقل. راح نتحدث عن مشروع التنمية، طريق الحرير، ميناء الفاو، النقل وأعمالها، مطارات، وكل أسئلة كثيرة الدور في ذهني وفي ذهنكم أيضا. من يجيب عنها هو السيد ميثم الصافي، مدير المكتب الإعلامي لوزارة النقل. نرحب بك أجمل ترحيب سيد ميثم. أيضا أنا شرف اليوم بوجودي بقناة تبوك. لنا شرف أيضا بوجودك وابتسامتك الجميلة سيد ميثم. صراحة بتفاعل بك. الله يحفظك سيد ميثم. تحدثنا في مطلع الحلقة عن مجموعة تساؤلات وهي تخص وزارتكم، وإن شاء الله هذه الوزارة بقيادة أمينة. خلنا نتحدث عن الشغل الشاغل، إن كان في الأوساط السياسية وإن كان في الأوساط الشعبية، كون هذا في مستقبل اقتصادي كبير للعراق وإعادة أموال كبيرة من شأنها تطور طريق الاستثمار، تنمية في العراق، ولذلك سمي بطريقة التنمية. نعم. خلينا نتعرف على شنو هذا طريقة التنمية. نعم.
بالبداية شكرا لكم مرة أخرى لتحت فرصة الحديث عن هذا المشروع المهم. مشروع طريق التنمية هو أحد المشاريع الاستراتيجية اللي تعمل حكومة الخدمات على أن يكون هذا الطريق هو أحد يعني أو المشروع أحد أولويات هذه الحكومة لما له من آثار مستقبلية سواء للشعب العراقي وكذلك لدول المنطقة. هذا المشروع هو مشروع مترابط ومتكامل مثل ما تفضلت حضرتك أنه سميته أنه هو مشروع تنموي. نعم المشروع تنموي وبآفاق اقتصادية مختلفة وأيضا آفاق ثقافية وكذلك حلقة وصل بين الشرق والغرب. مشروع يعني ب 27 مجلد. المشروع لا يمكن حصره بكلمات برنامج معين، يحتاج لأيام من الشرح والتفصيل. نعم يعني هذا المشروع هو عبارة عن مكونات ثلاثة رئيسية اللي هو ميناء الفاو الكبير وكذلك الخط السككي وأيضا الخط البري. ايضا اكيد راح اقاطعك. نعم مو قالوا على اساس بانه هذا راح يكون بديل لميناء الفاو؟ لا قصدك الطريق الحرير. اي عفوا طريق الحرير. اولا صح احنا مشروعنا لما اشتغلنا ما اشتغلنا على للتنافس مع المشاريع الاخرى. اذا كان طريق الحرير موجود بالعراق فاحنا نتمنى ان نشوفه مثلا خارطه بكتب رسميه مثلا موثقه توثق لنا انه او مراسلات بينه وبين الجانب الصيني او الدول الاخرى. بصراحة هذا الموضوع عبارة عن استهلاك إعلامي لا أكثر ولا أقل. أما مشروعنا مشروع حقيقي، لربما بعض الإعلاميين راح ينتقدون الطرح اللي أطرحه، لكن بالحقيقة إنه العراق لا يمكن أن يكون محطة ثانوية لأي طريق آخر. هناك عديد من الطرق المنافسة مثل ما أشار يعني طريق الحرير وكذلك المشروع الحزام الأخضر اللي الولايات المتحدة الأمريكية تبنته، لكن بالنتيجة مشروع طريق التنمية هو مشروع عراقي. العراق هو النقطة الأقرب إلى أوروبا بآسيا، فما ممكن أن نكون إحنا محطة ثانوية ترانزيت كانت أو غيرها، بل على العكس نعمل أن نكون إحنا المحطة الرئيسية الأولى وأن تكون هنالك يعني تكامل اقتصادي مع دول المنطقة وكذلك أوروبا. بالنتيجة موقعنا الجغرافي هو يحتم علينا أنه إحنا ندخل بهذا المشروع كأساس للمشروع، كمركز للمشروع، كنواة للمشروع. بصراحة المشروع مشروع الطرق أقصد به. نعم بعد المحادثات وبعد التشاور مع الدول المستفيدة من هذا الطريق أعطوكم ما تردونه بأنه يعني هو المركز؟ أنا راح المرة الضيف راح يسأل المشروع الحريري اللي طرحته منو متبني؟ يعني الصين. الصين تمام. السفير الصيني إجى عرض علينا بصراحة والله أنه إحنا نريد نكون جزء من مشروعكم. جميل. وأيضا تم تكليف على لسانه، تم تكليف لجنة الإصلاح والخدمات الصينية بمتابعة الموضوع مع اللجنة العليا لمشروع طريق التنمية. هذا تحول. ودعانا لأن نحضر مؤتمر، هم يحاولون يعدون المؤتمر في بكين لطريق التنمية. أيضا المستشار الاقتصادي الصيني زار مقر مشروع طريق التنمية وأنطى آراء بهذا المشروع، وأعلنت الصين بشكل مباشر سواء لقاءاته مع وزارة النقل أو خلال مباحثاته مع وزارة الخارجية بأن الصين ترغب أن تكون جزء من هذا المشروع سواء على مستوى المشاركة أو التنفيذ. أنت لما يكون عندك أكو دولة يعني تعتبر عندها طريق آخر منافس أن تكون جزء من مشروعك، هذا إحنا يعني يؤكد أهمية هذا المشروع. نعم وتكون عندنا رسالة واضحة أنه إحنا ماشيين باتجاه صحيح. ونكرر موضوع آخر، إحنا مشروعنا مو للتنافس الاقتصادي أبدا أو التنافس من أجل أنه مع المشاريع الأخرى، إنما هو تطبيق لنظرية اقتصادية عراقية تسعى لأن يكون هنالك تنوع بالاقتصاد العراقي وما نعتمد على الاقتصاد الريعي. بدل ما يكون عندي نفط راح يكون عندي مشروع نقل. مشروع النقل أيضا دخلت به مشاريع أخرى، أن يكون هنالك مدينة صناعية في ميناء الفاو وهي أكبر مدينة صناعية راح تكون بالشرق الأوسط. راح تكون هناك 24 مدينة صناعية أخرى موزعة على المحافظات الـ 11 اللي راح يمر بها المشروع. واليوم تشوف انه اغلب المحافظات اللي موجوده بالعراق هي تطمح اللي ما دخلت بالمشروع تطمح ان يكون لها دخول بالمشروع. تم اعداد خطه اخرى لهذا الموضوع من خلال ربط تلك المحافظات بخطوط داخليه بالمشروع. المشروع فعليا راح يوفر 26 مليون عراقي مصدر يعني مصدر رزق. راح يكون له تاثير مباشر ب 6 مليون. نعم وراح يكون هنالك يعني دراسه واقعيه. نعم ال 27 مليون راح يستفادون من المشروع بافاق اخرى. ال 6 مليون راح يكون فعليا هم مستفادين من المشروع و100 الف مواطن عراقي فعليا راح يشتغلون بالمشروع. جيد توصلت على سؤال. نعم. يعني بما معنى جتكم شركات عالميه بالتاكيد جتكم اريد اسوي مصانع. نعم. او معامل. نعم. في داخل العراق. نعم.
حتى ليش يصير بدولتهم يصير نقل وكذا. خلينا نتحدث أنا وياك بطريقة أخرى. الكثير من المثقفين العراقيين يطرحون أن العراق بفرص اقتصادية مهمة بفرص استثمارية مهمة، ولربما لا يخفى على الجميع أن العراق هو يعني مشروع استثماري بكافة القضايا اللي موجودة بيه. إحنا عندنا محافظات تمتلك من المواد الأولية ما لم ما يعني ما يمتلك العالم. بالإضافة إلى هذا كل دول المنطقة يعني رحبت بالمشروع وتسعى أن تكون جزء من عدة، والدليل أنه إحنا عندنا شريك استراتيجي اللي هو الجانب التركي بمشروع طريق التنمية، وكذلك التكتل الرباعي اللي تأسس اللي يضم العراق وقطر والإمارات وتركيا. بالمقابل كان هنالك تشكيل لمجلس رباعي آخر في الجانب الأوروبي اللي هو بلغاريا وتركيا وصربيا وهنغاريا. يعني مجلس رباعي آخر مقابل المجلس الرباعي اللي يتشكل. هذا المجلس الرباعي اللي يتشكل في بغداد بحضور رئيس دولة رئيس الوزراء وكذلك الرئيس التركي، كان هنالك توقيع على مذكرة تفاهم. هاي مذكرة تفاهم نصت على أن يكون هنالك مجلس وزاري. هذا المجلس الوزاري ينبثق من عدة لجان تنسيقية، واللجان التنسيقية هي اللي تعد الأطر العامة للمشروع فيما يخص بعض القضايا فنية وغيرها. وبالتأكيد أنه إحنا يعني عازمين وحازمين أمورنا على أن يكون هذا المشروع هو مستقبل العراق الاقتصادي، وأيضا راح يكون فرصة للعراقيين للتواصل مع العالم. تحدثنا كثيرا عن هذا المشروع فيما يخص الاقتصاد، لكن هنالك قطارات راح تكون بهذا المشروع. هذا رسالك قطار برلين أكو سمعت عنه شيء؟ بدل ما نقول قطار برلين نسميه قطار العالم. قطار العالم. نعم 300. بس هو برلين قديم. 300 كيلومتر بالساعة ينطلق من محافظات العراق اللي موجودة. نقل وبضائع. هذا اللي نحكي على النقل المسافرين. راح يكون هنالك نقل لأكثر من 15 مليون مسافر. إمكانية ربط المطارات بهذا المشروع. نعم الآفاق المستقبلية اللي تطلع من مشروع طريق التنمية هي آفاق يعني م- 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 كبيرة. مو بس كبيرة، لها رسم خاص. يعني مثلا انه انت لما يصير عندك حركة نقل بينك وبين اوروبا 15 مليون مسافر بالسنة مثلا، هذا الرقم الهائل ايش قد له ايرادات ماليه؟ ايش قد اللي راح يجون بالقطار ممكن يرجعون بالطائرات؟ وايش قد اللي راحوا بالقطارات ممكن يرجعون بالطائرات؟ انت فعلت قطاع الطيران، فعلت قطاع يعني السكك، فعلت النقل الجماعي، فعلت السياحه في 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 العراق، فضلا عن الزمالات الدراسيه، فضلا عن الاحتكاك الثقافي بيننا وبين الجانب الاوروبي. بالنتيجه العراق هو عبر التاريخ كان مركز للحضارات. عملية قطع العراق عن العالم يعني بدأت تظهر هناك حضارات أخرى، وبدأت يعني تظهر دول اقتصادية أخرى. إحنا نريد نرجع مو للحضارة القديمة ونكون مركز للحضارات، لا، إنما نأخذ استحقاقنا من خلال موقعنا الجغرافي وبالمستقبل إن شاء الله وفق الحداثة. جيد أحسنتم. نعم. سيد ميتم. نعم. هذا المشروع على ورق الآن. نعم. تمام، تم دراسته بكل تفاصيل. لا إحنا ماشيين بخطواتنا وراح أشرح لك إياها. المشروع حاليا نحن مرحلة التصاميم الأولية. كان هنالك اجتماعات وكذلك مؤتمرات خاصة بالمشروع. تم إعلان المؤتمر الأول في عام 2023، تبع مؤتمر اللجان، والمؤتمرين اشتركوا بها أكثر من 13 دول بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي. الصين كانت موجودة بأحد المؤتمرات خاصة باللجان. بعض الدول اللي هي أصلا ما موجودة بالمشروع أو بعيد عن المنطقة اللي موجود بها المشروع والعراق أيضا كان لها وجود. بعض الدول التي تدخل سواء على مستوى التجارة أو على مستوى التنسيق مع هذا المشروع أو المشاركة من خلال التنفيذ. فبدينا مراحل يعني مراحل ضمن التوقيتات الزمنية اللي عدتها دراسة الجدوى من قبل الشركة الإيطالية المختصة اللي هي البي إي جي. وصلنا مرحلة التصاميم الأولية. حاليا إحنا عندنا الخط السككي 75%، الخط البري 66 إلى 68%، بالنسبة لعمليات تحرير التربة عبرت 90%، وكذلك المسح الطوبوغرافي وصلنا ل 1200 كيلومتر. أما فيما يخص المشروع عند الجانب التركي، فالبنى التحتية عند الجانب التركي كلها جاهزة باستثناء خط العفو نقطة الربط بين العراق وبين تركيا 270 كيلومتر، والجانب التركي ممكن أن ينجز هذا المشروع بسرعة يعني قياسية. جميل. ممتاز. يعني هذا المشروع يعني لو تنفذ حقيقة يكون طفرة نوعية بالنسبة لك. أنا أتمنى أن يكون هنالك تسويق للمشروع على أنه مشروع وطني مو مشروع اقتصادي بس. لأن المحافظات اللي موجودة بالمشروع هي كل محافظات العراق مشمولة به، سواء اللي واقع على المشروع أو اللي راح تنضم للمشروع وفق النظرية اللي وضعتها وضعها المختصين أنه هي أشبه بالهيكل العظمي للسمكة، ويكون هنالك ربط
لبعض المحافظات الأخرى بالعمود الفقري الرئيسي اللي هو مشروع طريق التنمية. هناك 15 محطة بهذا المشروع راح تكون هي محطات مزدوجة سواء للركاب أو للمسافرين باستثناء البضائع. العفو للمسافرين والبضائع. نعم شكرا للتصحيح. باستثناء محافظة صلاح الدين اللي راح تكون مميزة بثلاثة محطات اللي هي محط يعني في محافظة العفو في مدينة بيجي وكذلك صلاح الدين العفو سامراء وتكريت. أيضا راح يكون هناك محافظات لها تميز آخر مثلا مثل محافظة كربلاء هي راح تكون بها شبكة قطارات متقاطعة. راح يكون بها مشروع آخر اللي هو مشروع كربلاء النجف المعلق وراح يكون بها خط السكك القديم اللي يوصل من بغداد إلى كربلاء ومدن الفرات الأوسط وكذلك مشروع طريق التنمية. بالإضافة إلى ذلك الأنبار أيضا راح تكون هي تقاطع لهذا المشروع. أيضا راح يكون هنالك خطوط الخطوط القديمة اللي خاصة لبغداد الأنبار الرمادي وغيرها أو مشروع خط طريق التنمية. بعض المحافظات الأخرى راح يكون هنالك تستفاد منها مثلا من خلال المواد الأولية الموجودة مثل محافظة البصرة بغض النظر عن الميناء وكون الميناء هو قلب يعني طريق التنمية النابض والرئة اللي تحرك هذا المشروع راح يكون هنالك استفادة أيضا من المواد الأولية الموجودة في هذه المحافظة. مدينة السماء ممكن استفاد منها ومن وضعها هذه المدينة المنكوبة اللي يعني لسنين تعاني هذه المدينة هي وأهلها وناسها. نطمح أن يكون لها دور بهذا المشروع ويكون هنالك تركيز على هذه المدينة. جيد. الشركة الإيطالية هي فقط استشارية للتصاميم لو تشرف على العمل؟ لا هي شركة استشارية للتصاميم فقط. نعم هنالك لجان خاصة التابع فيما يخص تحرير التربة فيما يخص الطرق فيما يخص كيف ينجز هذا العمل حسب الدراسة؟ هنالك مراحل متعددة للمشروع. المرحلة الأولى هي عام 2028-2029 طبعا قبل لن ندخل بالمرحلة الأولى مشروع طريق التنمية ميناء الفاو راح يكمل 2025 المرحلة الأولى. نعم طبعا. فيكون هناك تشغيل لميناء الفاو لحين رابطه بمشروع طريق التنمية على الخطوط بس هيشتغل هو بالتأكيد راح يشتغل أيضا الأعمال تطوير الميناء راح تستمر. أحسن. الرؤية اللي نبنى بها ميناء الفاو هي رؤية تستمر لأكثر من 50 سنة. كون هنالك وضعت آلية لأنه الاستفادة من المشروع ومن الأفكار والحداثة اللي ممكن أن تكون تعرف حضرتك العالم تغير مستمر بالتأكيد فالمساحات الموجودة الفرص اللي عادية هي تتناسب مع أي تطور اقتصادي وكذلك تطور تكنولوجي. أحسنتم. سيد ميثم النقل الجماعي نعرف أكو نقل خاص وأكو نقل عام. نعم. بدأت عجلته تعمل في بغداد. طبعا هو أصلا يمكن أعتقد من ضمن المنهاج الحكومة والبرنامج الوزاري في وزارة النقل كون يتخفف من الزخم الموجود الحاصل إن كان في بغداد وفي بعض المحافظات. نعرف إحنا في بغداد هو أكثر كون هي العاصمة وفي بعض المحافظات أيضا. شلون تفعل وأكو خطوط أيضا أخرى راح تتفعل. نعم. خلي أجاوبك على هذا السؤال وأرجع شوي على السؤال اللي قبله. الحركة الديناميكية اللي صارت مشروع ميناء الفاو وطريقة التنمية وهذا الجهد اللي صار وعمليات ونسب الإنجاز اللي صعدت فجأة بكل المشاريع نفسها هي نظرية إدامة الزخم اللي طبقت مشروع النقل الجماعي والمشاريع الخدمية الأخرى واللي بيها رؤية استراتيجية أيضا. فكان من ضمن المشاريع اللي دولة رئيس الوزراء أكد عليها وتوجيهات وزير النقل متابعتها المستمرة هو مشروع النقل الجماعي. فكان هنالك يعني بصراحة احنا كموظفين بدينا نتعب يعني متابعة مستمرة بحيث انه احنا 4 ساعات إلى 5 ساعات باليوم هو راحتنا بس بينما على مدار اليوم بين رصد بين متابعة بين يعني طلبات فعايشين الجو يعني كل يعني تفاصيله اكثر من هذا انه جينا لقينا عندنا 600 باص بس 600 باص كلش يعني رقم جيد من يعني بس بغداد وبكل لا احنا خلينا نسولف لك على تفصيل المشروع. ف 600 باص اداره الشركه العامه للمسافرين والوفود اداره نشطه جدا تمويل ذاتي لا هي احد شركات وزاره النقل نعم وايضا تمويل ذاتي لكن هي احد تشكيلات واضح. كان هناك توجيه من دوله رئيس الوزراء بيكون هنالك تركيز على المشاريع الخدميه من ضمنها مشروع النقل الجماعي. وزير النقل متابعة مستمرة من عدة توجيهات مستمرة وخلال اجتماعات هيئة الرأي والاجتماعات الدورية اللي يصير بالوزارة وجه أن يكون هنالك خطة تتناسب مع الخطة الموضوعة من قبل الحكومة العراقية فيما يخص فك الزخم المروري في بغداد والمحافظات. كانت هنالك جولة من قبل السيد الوزير لعدد من المحافظات وتم طرح المشروع أيضا وتفعيله في المحافظات. لاقينا قبول يعني من هذه المحافظات والحكومات المحلية للمشروع وبدينا أنه إحنا ما ننتظر
أن يكون هناك فك يعني العفو افتتاح للمجسرات، خلينا نبدأ نبلش، والوزير نفسيته هو يشرف على الموضوع. جميل. فتم افتتاح 29 خط في بغداد بشكل عام. أنا على العلم أنه قبل فترة طيت يعني ما كان الرقم عندي دقيق، لكن اليوم تأكدت من عدة أنه بشكل عام هو 29 خط تم افتتاحه. مو فقط ساحة ميسلون باب الشرق. لا هو شنو المشروع بالتفاصيل؟ والمشروع عملية ربط هذه الباصات في العاصمة. مثلا كان هنالك تركيز بالبداية على الخطوط الداخلية القريبة، بعدين التركيز على الخطوط اللي ممكن أنه عليها دور علم وكذلك مراكز تسوق، بعدين المناطق اللي المكتظة بالسكان، ثم المناطق اللي على الأطراف. بدت العملية، بلشنا بها من عام 2023. كان هنالك افتتاح عدد من الخطوط. اليوم المواطن عدة 29 خط، الحد الأقصى لهذه الخطوط هو 72 خط في بغداد. أكثر من 200 باص، 225 باص تقريبا عندنا عاملة في بغداد والمحافظات. في المحافظات أيضا أنه يعني تواجد، وأيضا دزينا كتب مراسلات للمحافظات لتحديد اجتماعات خاصة بهذا الموضوع، وراح يكون هناك اجتماعات خاصة من قبل يعني إدارة الشركة العامة للمسافرين والوفود بتوجيه من السيد الوزير لمحافظة كربلاء وكذلك محافظة ديالى وأيضا محافظة سامراء. وكان هنالك عدة اجتماعات، راح يكون هنالك تقدم الدراسة ويقدم التقرير، بعد يتم تفعيل مشروع النقل الجماعي في المحافظات. أيضا الحزمة الثانية اللي أطلقت عليها وزارة النقل من عمليات فتح الخطوط راح تبدأ إن شاء الله بالقريب العاجل. راح يكون هناك استهداف للمناطق ذات يعني الكثافة السكانية، أبرزها مدينة، بعد ما تم افتتاح عدة خطوط في مدينة الصدر راح يكون هناك افتتاح الخطوط في مدينة الشعلة والحرية وكذلك أبو غريب. جميل. نعم. أنت كنتش يعني مدعوم له سعر؟ بالتأكيد. المناسبة إحنا كان هنا لما تجي تطرح في موضوع معين، السيد الوزير وجه توجيه إنه عفوكم من الروتين، كتابنا وكتابكم، إمكانية تطبيق المشاريع شنو؟ قالوا إحنا نحتاج إنه نظام إلكتروني، رأسا روحوا فتحوا آفاق التعامل مع المختصين بهذا المجال وطبقوه. فعلا طبقناه بجامعة بغداد بالبداية، وكان هناك تطبيق لثلاث يعني طرق. أولا من خلال الفيزا كارت، من خلال الموبايل، من خلال الدفع المباشر، أو من خلال الأكشاك اللي موجودة بالجامعة. أيضا المشروع مدعوم هو يعني ماليا، سياراتنا مكيفة، هي سيارات حديثة تتناسب مع هذا المشروع بشكل عام. أيضا ممكن أن يكون هنالك بالمستقبل ربط لهذه المنظومة بالكامل سواء في بغداد وكذلك المحافظات. هسه احنا تحدثنا عن بالأرض يعني. نعم. ومن ضمن الأرض هو القطارات. نعم. القطارات اللي تعمل الآن يعني. نعم. أكو ناس تشكي يقول لك من يعني بعض القطارات صوت مدوي يعني. نعم. حتى في الكوشيت يعني. نعم. حتى في المنام يعني. وأكو معاناة أخرى لأصحاب القطارات يعني، حتى ننصف يعني. نعم. أنه بعض البيوتات القريبة من الطرق. نعم. هذا طبعا ما ممكن نسيطر عليه إلا أن العوائل هي تسيطر. نعم. ترمي أحجار، وأكو بعض الحالات سيارات توقف في نصف الطريق وزخم، وظل هذا خطية يدق سائق القطار إلى أن ينتظر. نعم. الأستاذ يمتى يطلع ويشغل سيارته ويعبر. نعم. المسج، وبعض السكك معدومة يعني. نعم. أصلاً شلون عالجتوا؟ إحنا ما عالجنا الموضوع بصراحة، بقدر ما أنه إحنا بلشنا بالشغل بشكل مباشر. مثلاً عندنا هناك خطوط مندثرة، هناك محافظات أصلاً ما كانت موجودة ضمن الخطوط السكك. نعم. الحرب العراقية الإيرانية كان هنالك إلغاء لمشاريع خاصة في قطاع النقل الخطوط السككية، تم إلغاها من قبل النظام السابق أو البائد. هذه الخطوط تم يعني إلغاءها، وكذلك اندثرت عندنا بعض الخطوط، وكذلك بعد الأحداث مال 2014 تم يعني تعرضت هذه الخطوط إلى عمليات تخريب. بدينا أيضا بإعادة، طبعا مناسبة تركة ثقيلة جدا في وزارة النقل، مشاكل جمة، كان هنالك بتركيز على المشهد الأمني في العراق بعد 2003. تأكيد. المشهد الخدمي ضمن وزارة النقل هي وزارة خدمية، كان هنالك بعض التراكمات، وأيضا الأرث من المشاكل اللي قدرنا نتعامل بها بصعوبة جدا، فأحد المشاكل اللي طرحتها حضرتك. هذه الخطوط عملنا على تفعيل بعض الخطوط المهمة الرئيسية مثل خط بغداد المسيب، بغداد سامراء، بغداد الفلوجة، الأيام القليلة بغداد الأنبار، أيضا خط تكريت الشرقاط،
بالإضافة إلى إدامة الخطوط الأخرى اللي باتجاه الجنوب. عندنا أكثر من 11 قطار بالمناسبات الدينية يشترك سواء في أو الوطنية سواء محافظة البصرة أو محافظة كربلاء. نعمل على إعادة تنظيم عمل القطاع السككي، لكن بنفس الوقت لقينا تجاوزات على محرمات السكك، وإحنا وزارة مدنية صح. بالنتيجة أنه إحنا ما عندنا قوة عسكرية على الأرض، نلجأ للقانون وللقضاء. شكلنا عدة لجان، لا تنسى أنه أستاذ أنه إحنا لما دكتور لما نتعامل مع هذه اللجان، هذه اللجان لما نتعامل مع المواضيع تخلي بحساباتها أنه هنالك بعض المواطنين اللي اجوبنا قريب على السك، بالنتيجة حتى موظفين هم أيضا يردون يطبقون القانون لكن بدون أي مشاكل، فنلجأ للقضاء. القضاء هو يحدد آلية التعامل مع هذه التجاوزات، هو اللي يحكم، واحنا بانتظار يعني اصدار القرارات القضائيه الخاصه بهذا الموضوع، ومستمرين احنا بمشاريعنا وفق الخطط اللي موضوعه عندنا، وايضا وفق المسارات اللي ممكن انه نتحرك بها. يعني احنا بقطار كربلاء نجف راح يكون هنالك استثمار او بالتعاون مع وزاره الاسكان ان يكون هنالك استفاده من يعني المحرمات الخاصه، راح يكون معلق نعم، وايضا راح يكون ضمن مواصفات حديثه. فوزارة النقل بكل المجالات جاي تشتغل، يعني حتى بمجالات الطيران ومجالات الخطوط، مو فقط السكك الحديث. الخدمات المقدمة بالقطار، الخدمات احنا القطار صح وقع، احنا من اولى الدول بالشرق الاوسط اللي استخدمت نظام القطارات، لكن احنا حاليا من الدول اللي تحاول ان تثبت وجودها فيما يخص هذه الخدمة المقدمة. نحاول انه احنا نرتقي بخدمات المقدمه بالقطارات، مو فقط لما يكون هنالك تركيز على خط معين، ان يكون هنالك الخطوط كل خط. نعم هذه القضيه ممكن انه هي تجلب لنا ايرادات اكثر للقطارات الخط السككي. نعم صحيح، لكن هذا شو وقت يكون لما يكون هنالك تجهيز ارضيه اكثر واقعيه في عمل القطارات. لهذا احنا نطمح في وزاره النقل ان يكون هنالك تعاقدات خدميه تتناسب مع الخدمه اللي موجوده وكذلك مع المواطن العراقي. بالنتيجة كانت سكك الحديد العراقي قد تعاقدت في العام الماضي مع عدة الشركات الخدمية، لكن احنا كوزارة النقل توجيهات السيد الوزير ان تكون هناك خدمة افضل وتتناسب مع المواطن العراقي، مثل ما تم تغيير الخدمات اللي عفوا الوجبات او الخدمة اللي مقدمة بالطيران العراقي، ان تكون ايضا هنالك تركيز على مجال القطاع السككي والقطارات. جيد، نبقى بالارض قبل نصعد للجو. التاكسي الوطني شنو موضوعه؟ ها احنا طرحنا مشروع النقل الجماعي او النقل العام، فلازم يكون هنالك توازن بين النقل العام والنقل الخاص. تعرف حضرتك لما المواطن يكون هنالك اقبال على النقل العام صح راح يصير انتكاسه بالنقل الخاص. بالتاكيد السيد الوزير ايضا وجه ان يكون هنالك مراعاه لمصالح المواطنين، وان يكون هنالك تركيز اخر على موضوع النقل الخاص. حاولنا انه قبل ندخل مشروع النقل العفو التاكسي الوطني، حاولنا انه يكون هناك زياره من قبل السيد الوزير لبعض الجراجات المهمه في بغداد والمحافظات واعاده ضبط هذه الجراجات. تم اغلاق الساحات العشوائيه، وايضا تم ارسال كتب الى وزاره الداخليه للتعاون معنا في عمليه ضبط الساحات المخالفه، وايضا النقل العشوائي والنقل الجائر. كان هنالك دراسه لموضوع التاكسي الوطني، هذه الدراسه تشمل ان يكون هنالك هذا المشروع مشروع متكامل يضم الى كونه مشروع للتاكسي الوطني اللي يشبه طريقه العمل للتاكسيات العفو شركات التاكسي، ان يكون هذا المشروع هو يشبه هذا العمل لكن بمواصفات وتكنولوجيا اكثر تطور. بس المعنى بانه المواطن صاحب السياره الحديثه يشترك بها مو تمام؟ لا احنا راح خلينا نضبط الاليه شنو؟ راح يكون بقاعده بيانات رئيسيه اصلا يعني اساسيه، هنالك تقاطع للمعلومات راح يكون. تعرف حضرتك الكثير من الموظفين يستثمرون يعني الوضع، يجون يشتغلون تاكسي وهذا ابو التاكسي هو هذا عيشته هذه يعني هو يعني بقوت عائلته من خلال سيارته. بالنتيجه راح يكون هناك منافسه إلى من ناس اصلا عندهم مصدر رزق اخر، راح يكون هناك تقاطع للمعلومات، راح يمنع صاحب العفو الموظف او غيره من العمل بمهنه التاكسي، وهذا ينحسب لصالح المواطن اللي يعمل بهذا المجال. الموضوع الاخر راح يكون هناك سيارات مزوده بالجي بي اس، وهناك الكول سنتر مسؤول عن حركه هذه العجلات، ويتم توجيههم الى المواطن الزبون القريب على يعني موقع هذه السياره. ايضا راح يكون هنالك دورات اتيكيت خاصه بصاحبي التاكسيات، راح يكون لهم باجات خاصه بهذا الموضوع، زي معين
راح يكون هنالك، احنا نحاول انه نكون هنالك نقله حضاريه جديده او ثوره حضاريه مثل ما اكو ثوره للخدمات وعمار. حقيقه دوله رئيس الوزراء وكذلك حكومه الخدمات توجهنا بشكل مستمر، السيد الوزير ايضا يركز على هذه الامور، يحتاج ان مساعده من بعض المواطنين. ذكرت حضرتك اكو بعض الحالات اللي يتعرض لها قطاراتنا من اعتداء وغيرها، نعم هذه الحاله هي هجينه الشعب العراقي، المواطنين ما عندهم هذه الامور، لكن بعض الحالات هاي تستدعي ان يكون هناك تدخل من قبل القوات الامنيه. لكن ما لاحظناه بالنقل الجماعي هو عكس ما شفناه بالقطارات. بالتاكيد النقل الجماعي كان هنالك يعني كل التعاون كلش واضح من قبل المواطن العراقي، اهتمام بالغ بهذه الباصات، يحافظون على نظافتها، ونتفاجئ مرات انه هم يبادرون بتنظيف بعض القضايا اللي موجوده، مثلا ممكن المواطن يصعد قدامه في شيء يفتح علاقه ويبدي يعبي هذه. فالحمد لله رب العالمين انه شعبنا شعب باعي ومثقف. استاذ ميثم، المواطن العراقي شو يريد؟ اذا تقدم له خدمه بها خير وتهيئ له الظروف يخليك على راسه. بالتاكيد وهذا ما وهذا راح يفرز ترى صناديق الاقتراع بعدين، وهذا ما كانت الحكومه والاطار او غير. ذكرت صناديق الاقتراع راح اطلع من جو من جو النقل وادخل جو السياسه. احنا كوزاره النقل وموظفي وزاره النقل بصراحه ما يهمنا انه هذه النتائج تكون لها عكس يعني ايجابيه فيما يخص الانتخابات، ولا ربما زيد من الناس او عمر من الناس تابع لفلان كتله او فلان حزب. احنا كل همنا انه نخدم المواطن العراقي، بالنتيجه احنا موظفين عند الشعب العراقي نستلم رواتبنا بنهايه الشهر، اذا خدمه احنا نقدمها لهم، فاحنا موظفين عندهم والمؤسسات اللي هي موجوده هي ملكهم. صحيح تمام. احنا يعني بالمعنى العام احنا عام ان فبالتالي هي ملك الشعب ان شاء الله. بالتاكيد نرجع على الطيران. نعم يعني احنا تحدثنا في ميناء الفا وتحدثنا عن طريق السكك والنقل البري، وايضا هو النقل البري بحث اخر عن دول وكذا، لكن هسه لان وقت البرنامج بدين فلازم نتاكد على قضيه المطارات. بصراحه المطار هو واجهه العراق، يعني هذا مسافر يجي من خارج العراق دول اوروبيه فبالتاكيد مار بعده مطارات. بالتاكيد وشايف اكو مباشره انت كمواطن انسان اول من اطب من مكان تحول من مكان الى اخر فاخل وجه مقارنه، فمن اجي اشوف تعامل مثلا غير لائق او اطعام في الطائره يختلف تماما عن اطعام في طائره اخرى او تاخير في وقت الطيران او الاقلاع او الهبوط، هذا يسبب لك نوع من مقارنه ممكن تكون هي لحظه انيه صارت بها خلل، وهي مو تقصير قصور يصير مثلا، لكن يصير فيها ظلم بالتقييم. امانه احنا نشوف اكو بعض التوقيتات، يعني قبل كان في ظروف معينه كان ماكو هناك توقيت حقيقي في مطار بغداد، ولكن لا الان نشوف اكو توقيتات حقيقيه. هنا وزاره النقل ايش قدمت للمطارات؟ زين هذا الموضوع ايضا من المواضيع المهمه. مطار بغداد الدولي وعدد من المطارات الاخرى كانت تابعه لسلطه الطيران المدني. الموضوع تم استلامه الشهر الثاني من هذا العام. ايضا كان هناك توجيه من السيد الوزير ان يكون هناك دراسه سريعه جدا وعاجله، وهي كانت دراسه قبل استلام المطارات بفتره، ان كانت هناك اشعارات انه وزاره النقل راح ترجع تستلم المطارات. فكانت هناك خطه انيه وضعت يعني بشقين بوقت واحد، الاولى ان يكون هناك خطه انيه واضحه تخص الخدمات او تغيير نوع الخدمات من خلال التاهيل المباشر والتنظيف وكذلك المتابعه، وخطه مستقبليه اخرى يعني بالتنسيق مع او من خلال عقد شركه الاي اف سي اللي هي معنيه بوضع خطه لوضع دراسه مستقبليه لمشروع العفو لمطار بغداد الدولي، تتضمن اما بناء مطار جديد او توسعه المطار او تاهيل المطار الحالي. هذه الدراسه هي اللي راح تكون هناك لها علاقه بتغيير واقع مطار بغداد الدولي بالخصوص وتغيير وضعه بشكل كامل. اما فيما يخص الاجراءات الخدميه والمباشره فكانت هنالك اجراءات من قبل وزاره النقل بضروره تاهيل المطار بشكل مباشر. كانت هناك بعض الاجراءات الاداريه اللي وجه بها السيد الوزير، مثلا كانت هنالك يعني شفنا انه اكو اهمال واسع للمطار بغداد الدولي. هنالك عمليات تنظيف مباشره، كان هناك تنظيف لاسطح المطار، لقاعات المطار، اعاده تاهيل بعض القاعات اللي كانت ايضا مهمله او تم اهمالها
او تعرضت الى بعض عمليات التخريب سواء كانت متعمده او غير متعمده. مو محل انه احنا يعني التحقيق بهذا الموضوع قدر ما انه شلون نعالج الموضوع. احسنت. تم تنظيم ايضا عمل سيارات التاكسي العامله في مطار بغداد واللي هي نهيبه بصراحه بالتاكيد. فكان شنو الاجراء؟ اجراء انطرح على السيد الوزير شلون نقدر نقنن هذا مثلا نتعامل مع هذا هذه الشركات، شلون نقدر نتعامل مع المواطن هناك شكاوى للدخول الى مطار بغداد الدولي. فكان قرار واضح جدا من حكومه الخدمات وتوجيه من السيد الوزير انه يفتح المطار في الشهر السادس، نهايه هذا في نهايه الشهر السادس من هذا العام للمواطن العراقي بشكل نعم. ف ماكو شيء بس تشيك بويت بس تفتش. نعم ماكو شيء اسمه مستحيل بحكومه الخدمات. جيد. مستعدين للتعامل مع المواطن وفق ما يرغب المواطن، لكن طريقه تحفظ الامن وايضا عدم وجود جو فوضوي. بالنتيجه انه احنا نشتغل صالح المواطن العراقي. هسه اكو ملاحظات ماكو ملاحظات، المهم احنا حتى موضوع التعامل مع المواطن مع اراء المواطن يكتبون الناس مواقعنا نجي نحللها نعرضها على الاداره العليا لوزاره النقل، يتم التوجيه من قبل السيد الوزير بالاجراءات السريعه. اكو سيارات محدده راح تدخل بالضبط هذا ضمن الخطط المستقبليه اللي راح تكون. لا عفوا هسه مثل بشهر السادس ما بقى. نعم مثلا احتمال اكو موضوع يخص جزء التاكسيات ممكن انه ما تدخل. نعم بخصوص. هذا الموضوع بالاشتراك مع القوات الامنيه اللي راح تحدد من المطار. واضح. نعم. هاي قضيه. القضيه الثانيه مستوى الخدمات المقدمه في مطار بغداد الدولي. اذا تقصد الخطوط الجويه العراقيه النقل الوطني فالوجبه الغذائيه اللي تقدمها الخطوط الجويه العراقيه لا يمكن مقارنتها باي شركه اخرى. وجبة ممتازة جدا. وجبة يعني العادي هي أشبه بوجبة الفي آي بي. نعم ماكو فرق إلا بسيط جدا، وإذا تقارنها مع الشركات الأخرى فماكو مقارنة أصلا. هذا أيضا كان توجيه من قبل السيد الوزير. أما فيما يخص الخدمات بشكل عام بالتأكيد أن وزارة النقل حققت نقلة نوعية ابتدأت من عملية تنظيم وترتيب الأوراق الخاصة بالتشكيلات، بعتها إلى مستوى الخدمات، وايضا ان شاء الله نطمح انه يكون تطور مشاريعنا للمستقبل. زين انا مواطن عندي مشكله وين اقدمها؟ تقدمها يا اما عن من خلال شؤون المواطنين اللي هي معنيه باستقبال الشكاوي، او من خلال التشكيلات اللي هي معنيه بالخدمات العفو المشكله اللي تريد تقدمها حضرتك، او من خلال قنواتكم. احنا كاني رقم موجود عندكم. ايضا السيد الوزير وجه ان يكون هناك تعاون مباشر مع المواطن العراقي وإيصاله. طبعا السيد الوزير عنده لقاءات كل يوم اثنين مع المواطنين. كل يوم اثنين؟ كل يوم اثنين بالوزارة، مقر الوزارة ينزل من مكتبه يقعد وياهم ويسمع طلباتهم سواء كانوا موظفين أو مواطنين. نعم. هي الوزارة اللي بقرب النصب الشيء. نعم بالتأكيد. نعم. نعم. زي قريب حتى يوميا. نعم. طبعا عليكم أقدم شكل. أما فيما يخص يعني إذا تركز على حشينا على المطارات بما أنه تفتحت موضوع النقل الجوي وغيره، الخطوط الجويه العراقي ايضا من الشركات اللي تم اعاده ترتيب اوراقها وتنظيمها. كان هنالك حمله لاعاده طائرات العاطله، اجينا لقينا 24 طائره عاطله في الشركه العامه للخطوط الجويه العراقيه. تم اعاده 9 طائرات من هذه اعاده تاهيلها؟ اعاده يعني اعادتها للخدمه. الخطه تشمل لحد شهر العاشر اعاده 10 يعني من بدايه السنه لحد نهايه هذا العام راح يكون هنالك اعاده 10 طائرات. بالنتيجه راح يكون هنالك 30 طائره عامله وفاعله في الخطوط الجويه العراقيه. ايضا راح يكون هنالك لحد عام 2027 استلام ما تبقى من الطائرات الحديثه اللي استلمناها. عندنا 13 طائره حديثه من ضمنها طائره الدريم لاينر عدد 2 وطائرات الماكس وايضا طائرات ال 200 دريم لاينر. اعتقد طائره موجوده بعد الدريم لاينر بعد عندنا 8 ما مستلمينهن. نعم وهذه الطائره هي من يعني نموذج من الطائرات الحديثه. اعتقد راح بين الوفد العراقي المنتخب. نعم نعم هم دائما يحبون انه يعني يصعدون دريم لاينر لان هي بها منظومه انترنت. ايضا المواطن العراقي يحب ان يكون هي المسافات الطويله تشتغل على خط وهم حلم. نعم هي 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 طائره يعني ان تقتنيها مقابل دول عظمى تقتني هيك طائرات. ممكن انه صعب على هوايه من الدول ان يكون عندها طائره مثل طائره الدريم لاينر. نعم بالنتيجه انه اسطولنا هو اسطول حديث، راح تكون عدد الطائرات الحديثه الداخله بالاسطول هي 31 طائره لحد نهايه عام 2027. وهذا ايضا يعتبر انجاز لحكومه الخدمات بحيث انه هذا كان هذا المشروع الخاص باستلام الطائرات هو على رفوف المؤسسات. يعني تحرك بهاي الحكومه؟ بالتاكيد للامانه. نعم تم استلامها بهاي الحكومه. والله اذا تقدر تراجع عمليات الاستلام راح تشوف اغلب هذه الطائرات اذا مو كلها. يعني كل المشاريع اللي تحدثت بيها
هي في زمن هاي الحكومة نسب الإنجاز مثلاً في مشروع ميناء الفا والتصاعدية بهذه الحكومة كان من زمان يعني 14% كان 19% كان 19% اليوم 95% فيما يخص يعني 14 لحد الآن 19% لا اسمح الأستاذ احنا لقيناها 19% ها من جهة هاي الحكومة هاي الحالية من 19% مثلاً مشروع الأرصفة الخمسة إلى 95% نعم تم استلام يعني بهاي السنة ونص أو السنتين اللي نعم بالمناسبة السيد رئيس مجلس الوزراء عنده شاشة يعني موجودة بداخل يعني المكتب. بالمكتب مالته بالخضراء فيباعوا على أعمال إنشاء ميناء الفا يومي الصبح يشاهد إنه شنو الأعمال شنو اللي تم إنجازه شنو اللي راح يصير شنو اللي صار وهذا بشكل مباشر يعني الكاميرات موجود أيضا مكتب وزير النقل ومتابعة مستمرة هذه الطريقة بالتعامل مع الملفات طريقة جديدة متابعة كلش يعني تخلي المسؤول انه هو يعرف انه اكو مراقب من قبل اصحاب القرار هو ايضا يسعى يقدم له بالتاكيد كانت ادارة الموانئ ايضا متعاونة ويانا بهذا الموضوع وساعدتنا كثيرا فيما يخص نسب الانجاز ومتابعته لهذا المشروع بالنتيجة هو العمل تكاملي ممتاز نعم. يعني من 19% الى 95 نعم يعني هذا رقم قياسي بصراحة امانة يعني من تقول لي الحكومة هاي استلمت من 19% هذا المشروع اللي فعلا هو صار توقف بأسباب كثيرة طبعا تدخلات كبيرة نعم. بس أن ترفع هاي النسبة العالية هذا شيء إنجاز بس كان هناك زيارات ميدانية من قبل السيد وزير النقل يعني تقريبا كل شهر وبالإضافة إلى 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 المراقبة من خلال الشاشات وأيضا من قبل دولة رئيس الوزراء ثلاث زيارات كانت مهمة إلى ميناء الفاو توجيهات كانت مباشره من قبل دوله رئيس الوزراء وايضا نسب الانجاز تناسبت مع التوقيتات الزمنيه الموضوعه لمشروع المنهاج الحكومي ايضا نعم حتى ما ننظم قريبا احنا على نهر دجله نعم تاكسي النهري بالنسبه بس باختصار نعم. بالنسبه للتاكسي النهري تم يعني مفعل في محافظه البصره وكذلك محافظه بابل وايضا في مدينه الكوفه بالنجف وايضا هنالك خطه لتفعيله في محافظه صلاح الدين ومحافظه نينوى كون منسوب المياه في هذه المحافظات مرتفع احنا المشكله اللي تواجهنا في هذا المشروع هو منسوب المياه صحيح. ايضا في محافظه ذي قار كان هناك توجيه من قبل السيد الوزير لتفعيل هذا المشروع لغرض السياحه ايضا في محافظه البصره اعتقد ذكرت الموضوع او لا هناك تفعيل لهذا المشروع هو المشروع يعني عامل في منطقة القصور الرئاسية وكذلك في كورنيش البصرة ويتم استخدامه في المناسبات الوطنية أو أيضا بشكل يومي صح. أما في بغداد تعرض المشروع إلى مشكلة بسيطة أو هي مو بسيطة بحقيقة كان هناك تعرض أو مشكلة لزوارقنا في 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 بغداد كان هنالك وضع خطة جديدة أيضا مع باتفاق والتعاون مع وزارة الموارد المائية عبارة تخريب يعني لا ما أعتقد إحنا لجان التحقيق بهذا الموضوع وبقيت ما يعني لحد الآن ما وصلنا إلى نتيجة لكن هنالك أيضا تعاون مع وزارة العفو مع القوات الأمنية وكذلك وزارة الموارد المائية لإعادة تفعيل هذا المشروع في بغداد وأيضا من قبل الشركة العامة للنقل البحري اللي راح تجيب زوارق اكثر ويتم تفعيله في عموم تقريبا بس خلص وقت البرنامج قبل نختم موضوع النقل البحري لان هذا التشكيل احد التشكيلات الناتجه والمهمه ايضا هناك خطه من قبل وزاره النقل لبناء 13 باخره من خلال سواء القرض الياباني او من خلال موافقات وزاره التخطيط على بناء هذه البواخر وايضا راح يكون هناك اضافه للاسطول اللي موجود عندنا من بواخر في الشركه العامه للنقل البحري وهي عددها 6 بواخر حديثه أحسنتم جزاكم الله خير شكرا جزيلا سيد ميثم الصافي مدير مكتب الإعلام وزارة النقل شاكر لك كل هذه الأجوبة وسعة صدرك على أسئلتنا هواية لكن نعتذر وقت البرنامج هم ما تنخلص شكرا جزيلا لحضورك أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله لكم وأيضا لوزارة النقل المتمثلة بمعالي الوزير رزاق محابس وايضا لكل العاملين في الوزاره شكرا جزيلا حضرتك شكرا جزيلا اذا مشاهدينا الكرام في ختام الحلقه تقبلوا تحيات كادر البرنامج وانا مقدم البرنامج حازم الحرب التقيكم باذن الله تعالى يوم السبت القادم في الساعه 9 مساء في امان الله